6 أشهر من الإشاعات والسلب، 6 أشهر من محاولة تشويه، 6 أشهر أيضا من الصمود. من غازي الشواشي إلى عصام الشابي إلى عبد الحميد الجلاسي إلى جوهر بن مبارك إلى شيماء عيسى، لما زالت التوى متابعة وفي ظروف خاصة ممنوع فيها الظهور في الفضاء العام، أي إقامة جبرية، أي مسجونة في دارها هي والأستاذ نصر العكرمي، إلى كل المعتقلين السياسيين. لأنه العدل إذا تم تقويضه وإذا تم إخضاعه لسلطة السلطة التنفيذية واللي يستعمل المغالبة لتصفية خصومه، ترى مش ماشي يصير حل البلاد. واحدة واحدة وطنية ضد الهجمة الشعبوية، واحدة واحدة وطنية ضد الهجمة الشعبوية، واحدة واحدة وطنية ضد الهجمة you